اكيد، لان زمان واحنا صغيرين او واحنا بنسافر دورات الالعاب مثلا مع بقيه الالعاب التانية كانوا شايفيننا اللي هو لعبه اي كلام قوي، يعني اللعبه سهله قوي ده نلعبها، ويعني الناس كلها كانت فاكره او فاهمه يعني ان هي لعبه بتتلعب مثلا في الـ في الـ في الفسح، يعني مثلا في الشارع، يعني مش لعبه بروفيشنال يعني. فلما ابتدوا يتفرجوا على التلفزيون والماتشات والدوري يعني شافوا بقى قد ايه اللعبه فعلا صعبه، لان مش سهله، يعني محتاجه لياقه بدنيه قويه جدا وسرعه رد فعل وتركيز وذكاء ويعني وخفه وكل حاجه يعني، فهي فعلا لعبه صعبه. فبعد يعني الماتشات لما ابتدت تتذاع الناس لا ابتدت تفهم وتقدر ان احنا لا احنا فعلا بنتعب يعني مش اي كلام، فدي طبعا حاجه حلوه يعني. اصل هي لعبه فرديه فمفيش اهلي وزمالك قوي في الموضوع، يعني احنا بيننا وبين بعض احنا اصحاب جدا، يعني حتى لما بنسافر منتخب او كده احنا كلنا بنتجمع في حته واحده، فتقريبا معظم الالعاب بتبقى كده، يعني مش زي الكوره مثلا لا في تحدي يعني من الموضوع، لا هو بالنسبه لنا احنا في تحدي او منافسه، بس بتبقى يعني مثلا فرح هتلاعب حد من الاهلي بس، يعني بس بالاسم، يعني فرح هتلاعب شخص مش الزمالك هيلاعب الاهلي يعني. بس ممكن لما الاعلام دخل في اللعبه قوي وبقى يذيع ماتشات بقى الدوري لا بقى في اهلي وزمالك، بس استيل احنا لسه اصحاب، يعني احنا بنحاول نحافظ على العلاقه دي، لان احنا في الاخر هنبطل او هنخرج بره اللعبه هم دول صحابنا، يعني لان دول حياتنا اللي احنا عشنا معاهم بقالنا يعني عشره عمر، يعني من واحنا صغيرين واحنا مع بعض بنسافر مع بعض ونيجي مع بعض، فما ينفعش يبقى في خلافات يعني بيننا. لا يعني هو احنا كان يعني الموضوع بره، يعني السوشيال ميديا هي اللي دخلت الموضوع ان بيبقى في خناقات، لكن لا احنا لسه حتى كنا في التمرين امبارح مع بعض، يعني مفيش حاجه، يعني هي معانا في المعسكر وبنتمرن، فلا عادي مفيش حاجه. يعني انا من وانا صغيره كنت يعني حياتنا كلها انا واختي، يعني اللي هو على طول في التمرين، خلص تمرين نرجع للمذاكره الدراسه، في امتحانات في بطولات، ف يعني في تضحيات كتير ان احنا ما بنعرفش نخرج كتير وما بنعرفش نسافر كتير، ما فيش اجازات تقريبا، يعني ده كل الرياضيين، يعني مش احنا بس، يعني كان على طول اصحابي على طول عايزين يخرجوا وعايزين يعني يروحوا يعملوا عيد ميلاد يتفسحوا اي حاجه، وانا اقول لهم معلش عندي تمرين، كان على طول اجازات العيد مثلا لا هو يوم واحد بس مفيش اجازات، شم النسيم مفيش اجازات، مش اي حاجه خالص، على طول تمرين رايحين جايين، مذاكره حتى في العربيه، الاكل في العربيه عشان نلحق نروح تمرين ونرجع، فضحينا اكيد يعني في شويه حاجات ضحينا بيها، بس خدنا برضو حاجات كتير قوي يعني عنها، لما نخلص لما نكسب بطولة، لما نسافر بره بطولة بره أفريقيا أو في أوروبا، أو يعني نكسب بطولة السعادة طبعا، إن احنا الحمد لله يعني تعبنا ده كله مراحش على الفاضي كان بيفرق يعني، طبعا لما تبقى برضو متفوق في لعبتك بتبقى في مجهود أكبر من أي حد تاني، يعني عايز في تارجت معين عايز توصل له، فبتضطر تضحي بحاجات اللي هي الراحة والتلفزيون واللعب والحاجات دي عشان لا في حاجة عايز توصل لها فتقدر يعني توصل لها. أنا مش قادرة أقولك، بس تقريبا السوشيال ميديا دخلت إن لا إحنا عايزين نثبت إن إحنا لا كويسين ومش قليلين يعني، بس أنا شايفة إن في مثلا الهاندبول مثلا كان يعني من فترة ما كانش المستوى كده برضه، يعني حسن الاتحاد بتاعهم أكيد عملوا انجاز، الجمباز حتى ما كناش نسمع حد ان في اخد او وصل بطولات عالم او اخدها او كده، ده في تطور برضو رهيب، والتايكوندو برضو ما كنتش اعرف ان في حد ممكن يوصل بطولات عالم، يمكن الكاراتيه والسكواش والحاجات دي هم اللي كانوا على طول ممكن ياخدوا بطولات عالم وكده، بس لا انا شايفه ان في كل الاتحادات يعني حد يعني في تطور فعلا، بس ايه السبب؟ يمكن الاتحاد بقى مركز اكتر في معسكرات اكتر في
احتكاك اكتر ببره. يمكن انا بحاول يعني من الاول ممكن ابتدي اخد اللي هي الكورسز مثلا ليفل 1 و2 بتاعه التدريب، يعني تبقى يعني ان انا اقدر برضو افيد الناس. حاولت يعني وجربت وحبيتها اوكي هكمل، ما حبيتهاش في مجال بقى تاني. يعني انا جرافيك ديزاينر اصلا فبشتغل كده جنب التمرين يعني، فشوف بقى انهي اتجاه هينفع اكتر. ان شاء الله بعد الاولمبياد في بطولة افريقيا على طول، دي ان شاء الله هحاول يعني حلمي صراحة ان انا اخد افريقيا فردي. انا اخدتها زوجي وفرق وميكس وكلها يعني، ناقص بس الفردي. فان شاء الله دي، وفي بقى بطولات ان شاء الله هحاول احسن ترتيب الدولي، ادخل يبقى ترتيب احسن يعني ان شاء الله. يعني انا بالنسبه لي طبعا دماغي يعني دلوقتي ماتش بتاع دوره الالعاب الافريقيه الفاينل اللي هو اهلنا لطوكيو، لان احنا دايما بنلعب البطوله دي بس يعني كل واحد شايل همه الاول، يعني عشان احنا المفروض بنتاهل كل واحد باسمه في الفردي، بس البطوله دي كان نظامها مختلف ان احنا عايزين ناهل مصر نفسها انها تلعب فرق، فنتأهل باسم مصر دي كانت أصعب، لأن كمان إحنا كلنا كان هدفنا واحد، إحنا عايزين نكسب ونتأهل، فكلنا كنا مضغوطين لدرجة بشعة يعني، بنحاول نشجع بعض على قد ما نقدر، لأن لو واحدة فينا وقعت خلاص إحنا خسرنا، وكنا أوريدي خسرانين يعني من نيجيريا. ده أنا ويسرى في الزوجي قبليها كان بطولة نيجيريا، وكنا خسرانين قبليها يعني ماتش الدبل اللي هو أهم حاجة في ماتش المفروض هيأهلنا، وخسرنا جامد يعني. كنا لو بعد الماتش كنا عنا بقى ندرس الماتش ده فترة طويلة جدا لحد ما يعني فاهم دخلناه بقى، الحمد لله يعني ربنا كرمنا وخسرنا، عملنا اللي علينا وزيادة يعني. مش عارفة بس باسكت تقريبا أكتر. لا اللعبة ممتعة أكتر يعني، لما اتفرجت عليها ممتعة، بس طبعا أنا بالنسبة لي هبقى فاهمة أكتر في بينج بونج، فيعني هقدر أفيده أكتر في بينج بونج، بس معرفش يعني على حسب هم يختاروا إن شاء الله.